تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. عبر سموه حفظه الله فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة، مبتهلا إلى الباري جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.